توأمة وشراكة مع مهرجان سليوم الدولي بالقصرين وتغيير شعار المهرجان هو جديد الدورة 34 لمهرجان قفص الدولي الذي يحتوي على 18 عرضاً ليكون الافتتاح مع ابنة الجهة نبيها كراولي. يتخلل هالبرمجة هذه مجموعة من العروض الدولية والوطنية المتميزة، أهمها ربما مروان الخورية، فارس كرمة، ناس الغيوان، سونيا مبارك، زهرة الأجنف، وأسماء عدة باش يشوفها الجمهور في قفصة. جديد السنة في المهرجان أنه حاولنا أنه نعقدوا توأمة، تجربة توأمة مع مهرجان سليوم الدولي بالقصرين. التوأمة هذه ما زلنا نشوفوا في باش نشوفوا نتائجها إن شاء الله بعد مهرجانات الزوز، ما زلت في محل التجربة. قررت إدارة المهرجان تحديد أسعار التذاكر بين 3 و10 دنانير وأسعار الاشتراكات مناسبة للجمهور. دعوة معناها موجهة للجمهور في قفص أنه يواكب العروض هذه، خاصة أنه أثناء ارتأينا أنه أسعار التذاكر تكون منخفضة، كذلك أسعار معناها الاشتراكات تكون منخفضة. دعوة لهم باش يواكبوا معناها العروض المهمة هذه اللي إن شاء الله يتعرفوا على البرامج بتاعها من خلال الصحف وكذلك من خلال المعلقات الإشهارية باش تكون في قفصة ابتداء إن شاء الله من نهار السبت. ان شاء الله نحاولوا احنا ما نطيحوش في اخطاء، نحاولوا نقدموا دوره متميزه، نحاولوا نتجاوزوا خاصه اخطاء الدوره الفارطه ونلبوا معناها رضا معناها الصحافه والنقاد وخاصه جمهور المهرجان. الانفتاح والخروج من المحليه واستقطاب اسماء كبيره والتنويع في الانماط الفنيه من التونسي للشرقي للصوفي وصولاً للعروض المسرحية والسينمائية إرضاءً لكل الأذواق هو ما تهدف إليه إدارة مهرجان قفص الدولي هذه السنة.